من كان سعيدا قبل زواجه سيكون سعيدا بعد زواجه، لأنه نقل السعادة التي عاش فيها مبكرا إلى الشريك الذي أتى إليه، ونقل السعادة إلى أولاده. أما إن كانت والعياذ بالله بندور له عشان نريحه، ولا هو هربان من مصيبة وعايز يتجوز عشان يخف أثر المصيبة، ولا كان بيحب وخلت بيه حبيبته، ولا خلى بها حبيبها، وأي واحدة هيجي هتتجوزه والسلام، ده اسمه تجارب، وهذه التجارب في الزواج لا تنفع. لازم ندخل إلى الزواج ونحن على يقين من أنه مصدر من مصادر السعادة. والله قدر الله شيئا غير هذا، بنفضل نعالج إلى آخر مدى. إذا ما حصلش خلاص توافق ولا العلاج نفع، خلاص قدر الله وما شاء فعل، ولكن يبقى الأمر أن الزواج مصدر من مصادر السعادة. أسأل الله أن يجعله لنا كذلك.